الكنائس ومارس صلاحيته السياسية حتى رشح لمنصب رئيس لجنة الأديان في البرلمان، وهو على يديه، وهذا الكلام منذ فترة طويلة جدا، على يديه تم السماح لبناء المساجد وإعطاء حرية الأديان سواء للنصارى أو اليهود أو المسلمين في روسيا، فله الفضل الكبير قبل دخوله في الإسلام على حرية الأديان في روسيا. ثم بعد ذلك دخل في الإسلام عام 1999 ميلادية بعدما قضى من عمره 16 سنة وهو قسيس داخل كنيسة أرثوذكسية. وتعرفون أنتم أن الأرثوذكس من الصعوبة بمكان أنهم يغيرون دينهم، لكنه انطلق بعد ذلك للدعوة إلى الله عز وجل، فألف 3 كتب، وعملت هذه الكتب ضجة كبيرة جدا في روسيا، لدرجة أن البطريرك هناك ومجموعة من القساوسة أصدروا فيه قرار على أنه ملعون، وكذلك ذريته وإلى 7 جيل هكذا كما يقول. وبعد ذلك بدأ ينطلق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الآن الدكتور علي يمارس نشاطه الدعوي ويهتم في المسلمين الجدد من الروس، وكذلك ينشر مقالاته وأبحاثه عبر الإنترنت وعبر وسائل الإعلام المختلفة. نرحب بك دكتور علي، ونحب في البداية أن نعرف قصة دخولك للإسلام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Я принял ислам, потому что не нашел в христианской церкви أنا دخلت في الإسلام لأنني وجدت في الإسلام التوحيد الحقيقي الذي لم أجده في الكنيسة النصرانية. نحن كنا نسمع عن التوحيد، ولكن في الحقيقة كنا نتعلم التثليث وتعدد الآلهة في النصرانية، الأمر الذي لم يقنعني. ولما تعلمت على الإسلام وجدت التوحيد الحقيقي من غير أي نوع من أنواع الشرك. исламские доктрины, узнал, что ниспослан священный Коран, я понял, что это и есть последнее откровение, завершающее цепь пророков единобожия, и таким образом я и пришел к исламу и стал мусульманином. طيب معنى هذا، هل هناك من أثر عليك من الأشخاص في دخولك للإسلام أم من خلال قراءتك وللكتب ومطالعاتك الشخصية؟ Нет, никто из людей не повлиял на мое решение. لم يؤثر علي أحد في دخولي في الإسلام، إنما دخلت الإسلام من خلال بحثي وقراءاتي الشخصية. سمعت أن في الإسلام أن الإسلام هو دين التوحيد، وشاهدت برنامج عن الكعبة وعن الإسلام، فأحببت أن أتعرف عليه، إلى أن وصلت في النهاية إلى أنه هو الدين الحقيقي. كونك أنت قسيس في الكنيسة الأرثوذكسية، وكما نعلم أنه فجأة بعد 16 سنة أنت اختفيت، ثم بعد ذلك خرجت وأعلنت إسلامك، طيب الاختفاء أين كان؟ لماذا أنت اختفيت؟ Да, действительно, я отошел сначала от служения в церкви, поскольку أنا ابتعدت عن الكنيسة بعد أن تحولت قناعاتي وأصبحت أشك في النصرانية، فابتعدت عن ممارسة عملي كقسيس، وانشغلت في هذا الوقت بالقراءة وبالبحث إلى أن وجدت أن الإسلام هو الدين الصحيح. عند ذلك ظهرت وأعلنت إسلامي. طيب من المعلوم أنك عندما أعلنت إسلامك، نحن سمعنا أن البطريرك هناك أصدر قرار بأن عليك أنت اللعنة وإلى 7 أجيال من ذريتك بسبب دخولك في الإسلام، فما هو تفسيرك لمثل هذا القرار؟ وهل هذا موجود عندكم يعني في الدين المسيحي سابقا، أن من حق البطريرك أن يصدر قرار بمثل هذا الشأن؟ Ну, это не совсем так. Патриарх лично не проклинал, это делали, скажем... لم يكن البطريرك هو الذي أصدر مثل هذا القرار، إنما كان القسيسون من الصف الثاني، وذلك لأني كنت مساعد أو مستشار لنائب البطريرك في روسيا،
وكوني دخلت في الإسلام وهذه أول مرة تحدث أن يتحول قسيس روسي من الكنيسة الأرثوذكسية إلى الإسلام، فكانت هذه طبعا ضربة قوية لهم، أفقدتهم صوابهم وجعلتهم يصدروا مثل هذه القرارات. طيب كيف أنت تعاملت مع هذا القرار بعد دخولك للإسلام؟ أنا اجتهدت أن أتبع الخلق الإسلامي الذي تعلمته من القرآن الكريم فيما يتعلق بمعاملة النصارى وغير المسلمين، فلم أتلفظ بأي كلمات تسوءهم، ولكن عندما كنت أسأل لماذا دخلت في الإسلام كان علي أن أجيب للناس عن أسباب دخولي في الإسلام وأفند الشبهات المطروحة. طبعا هذا الأمر جعلهم أيضا يزدادون في معاداتي، ولكنني لا أعتقد أنني تصرفت أي تصرف خاطئ، لأنه كان لابد أن أبين للناس لماذا دخلت الإسلام. بعد دخولك في الإسلام وقراءة القرآن والسنة النبوية، ما هو أكثر شيء لفت نظرك في هذا الدين العظيم، علما بأننا نعرف أنه سبب دخولك للإسلام هو معرفتك للتوحيد؟ هل في شيء ثاني لفت نظرك في الإسلام؟ كل شيء يعجبني في الإسلام، ولكنني من خلال التوحيد دخلت في الإسلام. نعم. طيب نعرف أنه لديك نشاط لدي المسلمين الجدد وخاصة الروس، فلماذا أنت مهتم بهذه الشريحة وما هو نوع النشاط الذي تقدم لهم؟ действительно, когда я изложил для российских мусульман, عندما شرحت للناس سبب دخولي في الإسلام، وذلك من خلال مقال كتبته وهو الطريق المستقيم إلى الله، كان لهذا الكتيب صدى كبير جدا في روسيا، وبيع مبيعات هائلة، ودخل الإسلام من خلاله الآلاف، وهناك 3 قساوسة أيضا اتبعوني ودخلوا الإسلام بعد قراءتهم لما كتبت، فتكونت شريحة كبيرة من المسلمين الجدد الذين انتقلوا إلى الإسلام من الجاهلية، وهؤلاء لابد أن نعتني بهم عناية خاصة. المسلمون في روسيا مقسمون إلى قوميات كثيرة، وكل قومية تحمي نفسها ولها خصوصيتها، فإذا مثلا تزوج شخص امرأة مسلمة ولم يحسن معاملتها حسب الشريعة فهي لها من تستعين بهم. بالنسبة للمسلمين الجدد الروس فهم ينقطعون عن أهليهم وعن أقاربهم السابقين، فلا يوجد لهم ظهر يحميهم، فمن هنا يعني ظهرت الحاجة لوجود تجمع أو لوجود جهة تحمي المسلمين الجدد. А у новых мусульман такой защиты нет. طيب علمنا أنه لديك بالمناسبة قصة زواج طريفة، وأنك تزوجت من امرأة كانت لك علاقة معها عندما كنت قسيسا، ثم أصبحت لديك علاقة معها بعدما دخلت في الإسلام، ممكن نسمع قصة زواجك منها؟ عندما كنت قسيسا كنت أمارس تعميد الأطفال في البيوت، كان ذلك طبعا في الحقبة الشيوعية ولم يكن مسموحا بالتعميد في الكنائس، فكنت أعمد الأطفال في البيوت، ومن هؤلاء الأطفال كانت هناك طفلة عمرها 3 سنوات قمت بتعميدها، وبعد ذلك عندما دخلت في الإسلام وقرأت كتبي واستغربت أن القسيس الذي قام بتعميدها دخل في الإسلام، فتأثرت جدا بهذه الكتب ودخلت في الإسلام وجاءت إلي وتعرفنا على بعض، وذكرتني بأنني قمت بتعميدها في السابق، وبعد ذلك عرضت عليها الزواج فوافقت. طيب بالمناسبة ودنا لو تعرفنا على الكتب التي ألفتها بعد دخولك في الإسلام.